كما كتشوفوا معايا اليوم عندنا واحد الموضوع مهم على لي شونجور تيرميك. يعني كي تكون داخل واحد لانستالاسيون اللي كتحتاج ليا لوشوط، مهما تكون هاد لانستالاسيون، اما انستالاسيون اندستريال ولا انستالاسيون باطيمو. يعني كنشوف كون داخل واحد لانستالاسيون، تشوف واحد شودير اللي كدير ليا الانتاج ديال الماء سخون. اللي كما كتشوفوا معايا دابا عندي هاد لاشودير، شودير بور لا برودكسيون دو شود. يعني ضروري ما خصو يكون عندي واحد لي شونجور تيرميك ولا واحد لي شونجور دو شالور. الا كانت عندي انستالاسيون باطيمون، يعني خاصني واحد البالون دو ستوكاج اللي غدير لي التخزين ديال هذاك الماء سخون، وناخذو انا الوقت اللي نقدر نحتاجو فيه. وفي حاله الا كنت في عندي واحد لانستالاسيون اندستريال، يعني نقدر نستغنى على هذا البالون دو ستوكاج ونخدم بالسيركوي سكوندير ديال هذاك لي شونجور. اذا على بركه الله نبداو هذا الفيديو بالتعريف ديال ما هو لي شونجور والانواع ديال هاد لي شونجور، وغنعرفوا البرينسيپ دو فونكسيونمون ديال هاد لي شونجور بالاضافه الى المواد اللي كيتصنع منها هاد لي شونجور. اذا نبداو على بركه الله، سي كوا ان ايشونجور دو شالور؟ يعني كيف ما كتشوفوا معايا هنا في لي فوتو، عندي واحد الانواع ديال هاد لي شونجور. كيف ما كتشوفوا معايا هنا، عندي واحد لي شونجور ابلاك، عندي لي شونجور تيبيلير ولا ميل تيبيلير، وعندي واحد النوع الثالث اللي هو لي شونجور كوكسيال اللي غادي نتعرفوا عليه ان شاء الله. بالنسبه بصفه عامه، سيكواني شونجور دو شالور، واحد لي شونجور دو شالور ولا ان ايشونجور تيرميك بصفه عامه، ايتان سيستيم او ايكيبمون بيرمي دو ترانسفيري ان فلوي دو شالور دان فلويد شود ا ان فلويد فرواد سون ميلونجي باغ ان كونتاك انديريكت. يعني كيتلاقى الفلويد الاول مع الفلويد الثاني، وكيتم التبادل ديال الحراره فيما بيناتهم، ولكن ما كيتلاقاوش فيما بيناتهم، يعني باغ ان كونتاك انديريكت. بالنسبه الحاجه الثانيه، غنشوفوا لي تيب ديال هاد لي شونجور، شنو هما الانواع ديال هاد لي شونجور اللي كاينين في السيكتور اندستريال ولا بالنسبه للباطيمه. غادي نتعرفوا على غير على هاد اربعه الانواع ان شاء الله، ومن بعد لقينا تحفيز ولقينا ناس طالبوا برفع مزيد من الفيديوهات، غادي نزيدوا انواع اخرين ان شاء الله. بالنسبه الانواع ديال لي شونجور، عندي اي شونجور ابلاك، لي شونجور افيسو تيبيلير فيرتيكال، وعندي لي شونجور افيسو تيبيلير اوريزونتال، وعندي لي شونجور كوكسيال اللي قلت لكم. بالنسبه لي شونجور ابلاك، كيف ما كتشوفوا معايا هو هذا الشكل ديالو، كيكون عندي فيه واحد سيركوي بريمير اللي غادي نعتبره هو هذا اللي بالاحمر، وهذا اللي بالزرق غادي نعتبره هو واحد سيركوي سكوندير. يعني سيركوي بريمير هو الفلويد الاول، بالنسبه سيركوي سكوندير اللي غنعتبره هو الفلويد الثاني. بالنسبه للبريمير هو اللي كيسخن، بالنسبه للسكوندير هو اللي كيسخن. شكون متفقين على هذه المعلومه؟ بالنسبه شنو هو واحد لي شونجور ابلاك، ان ايشونجور ابلاك بيرمي ان ايشونج دو شالور سون كونتاك اونتر لو سيركوي بريمير اللي هو هذا اللي قلنا عليه بالاحمر، هاو التومبيراتير يعني كيكون سخون، اي لو سيركوي سكوندير باز تومبيراتير يعني كيكون بارد شي شويه. ايل فونكسيون غراس ا ان سيستيم دو بلاك، يعني كيكون عندي واحد لي بلاك اللي هما هادو كيف ما كتشوفوا معايا، جينيرالمون كيكونوا ميتاليك، يعني غالبيه ديال هاد لي بلاك كيكونوا ميتاليك، مي بو فاريي اون فونكسيون دي موديل دي ماتيير. يعني هذيك درجة ديال الحرارة ولا السرعة ديال التغير ديال درجة الحرارة كيبقى راجع للماتير اللي مصنوع منها هاد لي شونجور. بالنسبة لي شونجور افيسو تيبيلير فيرتيكال اللي هو النوع الثاني، يعني تقريبا راه كيبقى نفس البرانسيب دو فونكسيونمون ديالهم، غير فاش كيتختلف هي غير في الشكل. بالنسبه لي شونجور تيبيلير فونكسيون غراس ا ان ايشونج اونتر دو فلويد ديفيرون، ان بريمير شارجي دابورتي لو شالور لا شالور، يعني واحد بريمير كما قلنا هو اللي كيجيب ليا الماء سخون بزاف، اي ان سيركوي سكوندير كي
سامبريجين دو سيت انرجي كالوريفيك، يعني هو اللي كيمتص ليا ديك درجه الحراره كيسخن وكيمشي على حساب ليتيليزاسيون. بالنسبه للانواع ديال لي فلويد اللي يمكن تستخدم بالنسبه لهاد هاد لي شونجور افيسو تيبيليا فيرتيكا، يعني كيعطيك واحد تخدم بزاف ديال لي فلويد، يعني كيلكو سوا واش لو بارابور فابور اهوت بريسيون ولا لو مع لو سير شوفي. بالنسبه عاوتاني الماء مع فلويد غالبيه في لي زانستالاسيون اللي خدمت فيهم انايا كان عندنا هذا تقريبا غالبيه في لي زانستالاسيون اللي كنت خدمت فيهم. بالنسبه هاد في هاد الحاله يا اما كيكون عندي واحد تقريبا عندي واحد لي جروب او غلاسي كيخدم ليا بلامونياك، الفلويد اللي كيخدم به لامونياك، يعني باش نبردو داك لامونياك خاصني واحد سيركوي بريمير اللي يكون كيتم جاي ليا بارد باش كيتم تم التبادل ديال درجه الحراره فيما بيناتهم. ولا بالنسبه عاوتاني غاز ولا بالنسبه ليكيد. بالنسبه لهاد اللي بالحمر كتعتبر سيركوي بريمير، بالنسبه لهادو اللي بالصفر كتعتبرو سيركوي سكوندير. ندوزو لي شونجور افيزو تيبيلي اوريزونتال، كيبقى نفس البرينسيپ ديال لي شونجور افيزو تيبيلي فيرتيكال. ودابا نخليكم مع الفونكسيونمون ديال هاد لي شونجور. كيف ما تعرفنا في الفيديو كيف ما شفنا في الفيديو، كيلكو سوا واحد لي شونجور اللي كان عندي داخل الانستالاسيون ديالي، كيلكو سوا واش انستالاسيون باتيمو ولا انستالاسيون اندستريال، كيبقى نفس البرينسيپ دو فونكسيونمون على حساب لي شونجور واش ابلاك ولا لي شونجور تيبيلير ولا ميل تيبيلير ولا كوكسيال اللي غادي يكون في الفيديو الجاي ان شاء الله. كيكون عندي سيركوي سكوندير سيركوي بريمير، سيركوي بريمير هو اللي كيتم ليا بواحد الحراره اللي كتكون مرتفعه، سيركوي سكوندير كيكون درجه الحراره اقل منه، كيكون الكونتاكت فيما بيناتهم كونتاكت انديريكت، كتم تبادل ديال الحراره فيما بيناتهم.